مشاهدينا بعد صباح الخير مرة تانية، خلونا نستعرض دلوقتي مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وكمان في شبورة مائية خفيفة الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. بالليل هيكون في نشاط للرياح على بعض المناطق، وده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 31 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.